Thank mm -hmm. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الكبير يخلق ما يشاء ويختار وما كان للإنسان في الخلق من تخير أرسل رسله تترى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير نحمده تبارك وتعالى الحمد الكثير ونعوذ بنور وجهه الكريم فهو نعم المولى ونعم النصير وأشهد أن لا إله إلا الله العليم القدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. يبدا الخلق ثم يعيده وذلك على الله يسير. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اعطي مجامع الكلم فما اخطا التعبير وانزل الناس منازلهم فوقر منهم الكبير وخاطبهم على قدر عقولهم ورحم منهم الصغير صلى الله عليه وعلى اخوانه المرسلين وسلم تسليما كثيرا اما بعد حياكم الله مشاهدي الكرام في حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي رياض الجنه والذي نلتمس فيه النفع والنصح والتبليغ ونسأله القبول مقرونا بالاعانه فهو الجواد البر اللطيف مشاهدينا الكرام حول موضوع الاحكام الفقهيه للمغتربين في الدول الاجنبيه يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري الداعية الإسلامي المعروف فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبمستمعينا ومشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، من الحقائق الثابتة أن الله ختم بهذه الرسالة رسائل الأنبياء، فشريعتنا هي الشريعة الخاتمة التي نسخ الله بها ما قبلها من الشرائع. وأوجب الحكم بها والتحاكم إليها. الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وتوجه الخطاب بها الى اهل الارض كافه من امن منهم بالله واليوم الاخر. فلا بد اذا ان تكون من الصلاحيه بحيث تلبي حاجات البشريه في مختلف اعصارها وامصارها، وتحقق مصالحها في كل زمان ومكان. ولذلك اتفقت كلمه المسلمين على ان الشريعه صالحه لكل زمان ومكان. نريد أن نستفتح بهذه الجملة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري ما معنى أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه هذه الكلمة التي تفضلتم بذكرها هي معتقد جميع المسلمين جميل. هي كلمة إجماع هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى لما اختار إلينا نبينا صلى الله عليه وآله ولما أنزل عليه كتابنا القرآن الكريم جعلنا خير أمة أخرجت للناس وجعلنا خاتمة الأمم وجعل نبينا وكتابنا هي آخر هذه الرسالات رسولا ونبيا وكتابا فهذه المسلمة تجعلنا نقول إن صلاحية الشريعة هي ضرورة شرعية وعقلية واجتماعية بمعنى الله تبارك وتعالى أخبر أنه لا يقبل في الآخرة بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم دينا سوى الإسلام قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن من منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم عن نفسه والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به الا كان من اهل النار، اذا معتقدنا ان هذه الرساله يخاتمة الرسالات الالهيه وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الله جميل. والنبي صلى الله عليه واله وسلم ما ارسل الى العرب خاصه وانما ارسل الى الخلق كافه كما اخبر هو عن نفسه. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وهو صلى الله عليه وآله وسلم كما أرسل إلى الإنس أرسل إلى الجن صلوات الله وسلامه فرسالته عامة لكل مكلف سواء كان هذا من العرب أم كان من العجم إذا لما كانت هذه الرسالة هي الخاتمة وكان النبي صلى الله عليه وآله كما وصفه الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين كانت هي الرسالة التي ستبقى ما بقيت السماوات والأرض هي الرسالة التي ستخلد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذا يشهد الواقع بأن أحدا لم تقبل منه دعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإن ادعاها كذابون الأمر الثاني أن هذا الكتاب ما وجد بعده كتاب جميل. وان هذه الرساله هي التي ختمت بها الرسالات، فلما كان الامر كذلك لم يكن من الممكن بحال ان تكون مؤقته، بل هي رساله دائمه مطلقه مطبقه الى ان يرث الله صالحة الأرض والمكان لكل زمان ومكان كونها تصلح للزمان والمكان والانسان، تعني ان فيها من الخصائص والامكانات ما ليس في غيرها جميل فهذه شريعه ربانيه نزلت من عند الله لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا فهي من عند الله جل وعلا وكونها من عند الله تعني انها لن تحابي احدا من الخلق تعني انها ستسوي بين جميع الخلائق تعني انها ستتضمن مصالح العباد وهذه خصيصه مهمه ان التشريع لا يكون لحساب فئه ولا لأجل طائفة وإنما هو للخلق عامة إذا هذه قضية أولى هي ربانية ثم هي أيضا تتسع في مرونة فيها هذه السعة وفيها تلك المرونة مرونة تشريع الرخص جميل. مر... مرونة التخفيف على المسلم إذا وقعت عليه ظروف فيها شدة جميل. أو عسر مرونة في تحويل بعض هذه الاحكام من حال الى حال اذا كان المسلم في حال من سفر فان له ان يقصر يعني احكامه ليست كاحكام المقيم إيه طبعا الرجل احكامه طبعًا ليست طبعا واذا كان, كان مريضا بلدي. نعم له ان يتخفف من بعض هذه الاحكام سعه من هذه الشريعه جميل. ومرونه هي جميل. ايضا اي هذه الشريعه التي نتحدث عنها مع كونها من عند الله تعالى وفيها السعه والمرونه هي تراعي الفوارق التي تكون بين البشر هذه الفوارق التي تكون بين القوي والضعيف صحيح. بين القروي والحضري بين من يقيم في منطقه بارده والمساهر. ومنطقه حاره بين مسافر المقيم. ومقيم <applause> فترعى هذه الفوارق وتشرع لاجلها ما يمكن ان نقول معه ان الشريعه ليست فقط صالحه للزمان وللمكان بل ومصلحه للزمان وللمكان وللانسان ولهذا لا يمكن بحال ان يقول انسان اني نظرت في هذه الشريعه فلم اجد فيها حاجتي لم اجد فيها بغيتي بل شهد المسلم وغير المسلم لها باتساعها ومرونتها وصلاحيتها وهذا ما يرشح بقائها وخلودها بعض المستشرقين الغربيين كتبوا كتبا عن الاسلام كان من أهم ما كتبوه ودونوه أن هذا الدين جاء بشريعة لا تختص بقوم دون قوم ولا بمكان دون مكان وعمادها وأساسها يقوم على قاعدة واحدة فقط ما هي؟ أنها مبنية على تحصيل المصالح وجمعها وعلى درء المفاسد وتقليلها هم يقولون هم يقولونها والفضل ما شهدت به الاعداء سناتي فضيله الدكتور الى ما قالوا الى بقيه المحاور وبهذه المقدمه نكون قد قدمنا ايضا لماذا اخترنا هذا الموضوع لان المغتربين سيكون لهم احكام تختلف عن احكام المقيم شيخي انا استاذنك فريق العمل اعد لنا تقرير استطلاع راي جمهور يحاكي موضوع حلقتنا اليوم وحال السفر والاقامه جميل. نشاهد هذا التقرير سويا ايها الاحبه ثم نعود اليكم كونوا معنا طبعاً أنا في إجازة الصيف السابقة بأمانة سافرت الفلبين نسافر باستمرار يعني البلاد الأوروبية الشرقية ما عندنا أشكال نعم بالغالب يعني دول تركيا وغيرها يعني ممكن الواحد يطلع يسافر بلد شوي يكون مناخه في الصيف أفضل يعني بارد شوي حكومتنا الفجر لحتى المساء الحمد لله رب العالمين احنا دائما في السفر الكل طبعا هذه إجازة من رب العالمين بأن تجمع في السفر وأحاديث كثيرة وأيضا نسمعها في خطب الجمعة بالعكس احنا نحن مرخصين بالنسبة إن نجمع أو نقصر في ناس أحيانا تناسبهم الفتاوى اللي ترخص يعني فتاوى الجمع والقصر اللي تسمح للمسافر بانه يجمع ويقصر ايا كانت المده يعني بالنسبه لي انا يعني احب الالتزام براي المذهب يعني مذهب الحنابله اللي هو قضيه ان ربطها باربعه ايام يعني ما زاد عن ذلك فنتم الصلاه اذا السفر في مده يعني اقل من في حدود الاربعه او اقل من اربعه ايام فنقصر ونجمع احيانا ينفرض على الانسان انه يظل فترات طويله ساعات طويله بنفس المكان، ممكن ما يكون في مكان مهيئ للصلاه، ممكن يكون في مشاكل ثانيه، فهذا اللي يؤدي لانه ممكن نقصر او ممكن لا. بلدان اهل الكتاب ان الله احل لنا ذبائحهم، احل لنا طعامهم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. والله هو موضوع الحلال والحرام اكيد دينيا مهم لكن ايضا صحيا نحن نهتم في الموضوع فلذلك الموضوع شوي يعني ندقق فيه اكثر من من شيء ثاني يعني ممكن ناكل اشياء نباتيه نفضل على انه ناكل لحم مش عارفين مصدره انه حلال ولا حرام مذبوح باي طريقه او ممكن داخله منتجات ثانيه مثل لحم الخنزير او شيء ثاني في الخيارات مفتوحة والمولات مفتوحة وبعدين أنت الحين اليوم المواقع الإلكترونية أو المواقع بحثي عن المطاعم العربية ما شاء الله مليانة في كل مكان لو رحت آخر جزيرة في, آخر جزيرة في الكرة الأرضية سويتي سيرش بيقولوش هالمطعم العربي موجود ما شاء الله يعني في بيئات هناك يعني بيئات يعني بيئات غير مسلمة بيئات يعني العادات تختلف الـ 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 يعني الناس يعني, يعني طبعا يعني على دين اخر لكن مع ذلك نجد هناك اخوه يعني متمسكين بتعاليم الدين محافظين يعني على ثوابت الدين الصلاة الصيام يعني المسلمين بين بعضهم يحبوا هذه اللمة أنه يجتمعوا مع بعضهم أنه نطلع نحن على مطعم حلال نأكل مع بعضنا نجتمع مع بعضنا في عادات وتقاليد تفرض عليهم الطبيعة يعني رابط الإسلام رابطة قوية كثير تجمع الناس مع بعضهم البعض اهلا ومرحبا بكم ايها الاحبه عدنا اليكم مره اخرى فضيله الشيخ بعد ما طلعنا على هذا الراي جميل نرى الاهتمام من بعض الناس يقول نسال عن المطاعم الاخر قال سالت او سمعت في بعض خطب الجمعه عن قصر الصلاه منهم من قال التزم باربعه ايام منهم من يقول اقصر الى ان اعود منهم من قال ابحث في الانترنت عن بعض المطاعم وبعض الاكل وفي فئه يريدون ان يجربوا كل اكل يعني يجدونه قبل ان ندخل شيخنا في هذه الاحكام نريد ان نتكلم عن ثوابت الاسره الأسرة المسلمة من المفترض أن ثوابتها لا تتغير لا في الإقامة ولا في السفر تعليقكم شيخنا على هذا يعني أحسنتم هذه قضية مهمة نحن قلنا عفوا شيخنا أن الأحكام تتغير هل الثوابت تتغير أو هي أحكام دون أحكام التي تتغير حين نتحدث عن هوية الأسرة المسلمة جميل. فهويتها الإسلام وانتماؤها إلى الأمة المحمدية الامه العالميه الامه الواسعه في اي مكان في اي مكان جميل. وفي اي زمان جميل. فانت مسلم فوق كل ارض وتحت كل سماء الله لا تنفصل عن دينك ولا تخطئك هويتك في اي مكان وجدت فيه مم. فانت شامه بين الخلق وانت شعار على الفضل وعلى حسن الخلق المسلم اذا من ثوابته في كل ارض نزلها ان يكون ممثلا لهذا الاسلام أحسن سفير عن الاسلام هذه إن سفاره قالوا يكذبون المسلمين نعم. سرق قالوا يسرقون سنت. المسلمين قصر احسنت هذه سفاره م. عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن ديننا فانت قدوه في هذا المجتمع كما انت قدوه في غيره قدوه هنا وقدوه هناك الله. لا تنفصل عما انت عليه من عقيده وخلق كريم هنا او هناك لذا اول ثوابتك ان تحافظ على هويتك على كينونتك على شخصيتك في غير انغلاق، انت مسلم ينفتح على الناس جميعا. انت مسلم بعقيدتك، بشخصيتك، باخلاقك، بسماحتك، بتواصلك، بتعارفك مع المجتمع والمحيط الذي تعيش فيه. جميل انت عبير لا يمكن ان يمسك اريجه، انت تستطيع ان تصل باخلاقك وسلوكياتك الى التاثير في كل احد، وهذا من اعظم وسائل وأساليب الدعوة أن تكون داعيا إلى الله تعالى بهيئتك بكلامك بتحركاتك بأفعالك بأخلاقك بحيث يقال, يقال هذا مسلم مسلم لا يخرج منه كلمة نابية ولا تصرف يلاحظه الخلق عليه إذن هذه قضية مهمة الأسرة في كل محيط وجدت تحافظ على هويتها على شخصيتها على انتسابها الى دينها ثم على انتسابها الى امتها امتنا ليست امه العرب فحسب امتنا هي الامه الموحده أمة هي الإسلام. الامه التي قالت لا اله لا إلا, الله. الا الله سواء نطقت بالعربيه او نطقت بغيرها جميل. عاشت على ارض العرب ام عاشت على ارض غيرهم وبحمد الله تعالى فان ديننا مذ بعث نبينا صلى الله عليه واله والى يوم الناس هذا قد ملا اركان الدنيا الله. ووصل الى جميع الخلق وهذا موعود نبينا صلى الله عليه واله وسلم لا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام هذا الاسلام دخل في كل بيت اذا بحثت عن الاسلام في امه الهند وجدته جميل اذا بحثت عن الاسلام في امه الصين وجدته في اوروبا اذا م. بحثت عنه في امه العجم باسرهم وجدته، اذا نزلت الى ادغال افريقيا وجدته، اذا ذهبت الى غابات الامازون في البرازيل وغيرها من امريكا الجنوبيه وجدته، اذا هذا الانتشار بحد ذاته يدلك على ان هذا الدين حق، وان هذا الدين منزل من عند الله، وان المسلم حافظ على هويته، هذه قضيه اولى، القضيه الثانيه ان المسلم ينتسب الى قضايا امته حيث وجد ينصر قضايا امته حيث كان يحافظ على انتمائه لهذه القضايا قضاياها العامه ولذلك تعجب حين تجد مسلما يعاني في الهند او يعاني في كشمير او يعاني في الفلبين او في الروهينجا ويقنط لاجله المسلمون في القرى وفي النجوع يدعون وفي له. الأماكن التي نعم. هي نائية بحيث إن المسلم لم يذهب إليها قط ولا عرف عنها شيء قط لكن عرف أن مسلما يضطهد في دينه فإذا هو يرفع أكف الضراعة إلى الله تعالى داعيا يعني. سائلا أن يفرج الله تعالى كربته هذا التداعي واللحمة. من الأمة من بعضها لبعض يدل على انتماء المسلم إليها كما قال الآخر إن شك مسلم في الهند أرقني وإن بكى مسلم في الصين أبكاني مم. مصر ريحانتي والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني يا سلام هكذا ينظر ويقول ارتاح إلى أن أذكر هذه البلاد وأشعر بانتسابي إليها ويعد هذا من ربوع أوطاني أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا إذا هذه مم. من ثوابتنا أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي نعم قيس وتميم ومضر وربيعة كلها من قبائل العرب وهي مشرفة مكرمة لكن كل من دخل دين الله تبارك وتعالى صار من أهل الإسلام وصار له قدره وصار نعم. له فضله والتاريخ يشهد نعم. أن دولا قامت على أكتاف غير المسلمين نعم وكما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام الله يعزك فضيلة الدكتورة نستأذنك أستاذ المشاهدين للخروج لهذا الفاصل أيها الأحبة ثم نعود كونوا معنا Mm hmm. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة عدنا إليكم مرة أخرى فضيلة الشيخ أحسن الله إليك وتكلمنا عن بعض المقدمات الجميلة عن هذه الرسالة التي ختم الله بها الأديان وذكرنا كيف أن الأحكام راعت أحوال الناس فتبدلت من مكان إلى مكان ثوابت الأسرة المسلمة هل ترى شيخنا اليوم أننا أصبحنا نفتقدها لا اريد شيخ ان يعني اكون نظرتي سوداويه لكن اردنا ان اردنا ان نتكلم على الواقع، لماذا يوصم الاسلام احيانا ببعض التهم والاسلام بريء عنها؟ اذا هناك خلل في تطبيق مثل ما اشرتم اليه من هذه الثوابت. نعم. نحتاج ان نقول ان الاسره المسلمه بحمد الله هي اطهر اسره عرفت وخير اسره وجدت، لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى خاطب هذه الامه بقوله كنتم خير امه اخرجت للناس فالفرد فيها خير والاسره خيره والمجتمع خير والدوله خيره بحمد الله تعالى وهذا حكم اغلبي عام يشمل الزمان والمكان والانسان ففي هذا الزمان نحن خير امه اخرجت للناس وفي الزمان الاول والى ان يرث الله الارض ومن عليها وانت اذا قارنت مقارنه بسيطه بهذه الاسره وحالها في بلادها والاسر التي تعيش في بلاد اخرى نعم. هذه اسره مترابطه الخير فيها اساس وركيزه الايمان فيها بالله تبارك وتعالى هو محورها التوحيد هو قطبها الاخلاق التي تعتبر اخلاقا اساسيه من الصدق والعفه والعدل وغير ذلك وهذه هي الثوابت التي اشرنا اليها نعم في محيطها يكون سهل التطبيق لكن لو سافرت ونحن نريد ان نفتتح الكلام عن المغتربين سيكون هناك تحديات تواجه هذه الاسره بلا شك نريد لا. ان نعرج على هذه التحديات وكيفيه التفوق عليها اذا 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 انتقل المسلم من محيطه الذي يعيش فيه نعم. تظلله احكام الاسلام حسنت. ويعيش بين المسلمين نعم. بعاداتهم واخلاقهم الكريمه ثم انتقل الى مجتمع اخر صح. لا يعرف هذه العادات فيه خير صح. لكنه لا يعرف ما نعرفه نحن من ديننا من أخلاقنا من عاداتنا وهذا هو التي توارثناها عبر الأجيال وعبر القرون. فإنه يحصل عنده نوع من أنواع الاندهاش الذي لم يكن يتوقعه كيف يعيش الناس هكذا كيف يتعاملون بهذه الطريقة كيف للمرأة أن تخرج بهذه الصورة كيف للرجل أن يتجرأ على هذه المعاملة تحصل حالة من الاندهاش لكن ما يلبث المسلم ان يعود الى حفظ اتزانه ومراجعه قواعده والمحافظه على ثوابته. الاسره المسلمه في بلاد الغرب تواجهها خمس تحديات كبرى. جميل التحدي الاول تحد يتعلق بدينها وهويتها. لا اقول في الغرب فقط بل في كل دار خارج ديار الاسلام. في كل بلد لا يحكم أهلها بالإسلام وليس سواء أهلها كان مسلمين. في الشرق أو في الغرب نعم لأننا لدينا في أفريقيا بلاد على هذا النحو لدينا في آسيا بلاد على صحيح. هذا النحو بالإضافة إلى ما هو في أوروبا وأمريكا صحيح. واستراليا إذا خارج ديار الإسلام هناك تحديات من التحدي الأول التحدي الديني وهذا أخطر التحديات في مأهن. بلا شك طبعا لو تأملنا التاريخ القريب والبعيد فإننا سنجد أقليات مسلمة تعرضت إلى ما يمكن أن نسميه بالتطهير العرقي والديني والقضاء على معالم وهوية الشخصية المسلمة القرآن ممنوع مجرم من يحمله الأسماء العربية تغير المساجد تغلق وتهدم الشعائر الإسلامية تمنع وتحارب الهوية والشخصية المسلمة يسعى لتذوي بها وقع هذا في بلاد الأندلس صحيح. وهذا ليس سراً ووقع هذا حتى في أوروبا لقد رأينا حربا عرقية تطهيرية على المسلمين مثلا في البسنة والهرسك رأينا أيضا تذويب للشخصية المسلمة في بلاد الاتحاد السوفيتي التي سميت بالجمهوريات الجمهوريات الإسلامية بلاد مسلمة هي بلاد البخاري وبلاد الإمام مسلم الله. بلاد الترمذي بلاد النسائي بلاد أئمة و و و و وكبار علماء الحدث. الملة عبر القرون منذ القرن الثاني وهؤلاء العلماء من تلك الديار يخدمون دينهم وينصرون دينهم ويرفعون راية اللغة العربية والشريعة الإسلامية الحديث والفقه كل أو أكثر أو جل علماء المسلمين من هذه الديار بالإضافة طبعا للديار العربية لكن لا ننسى هؤلاء الكبار هؤلاء جاءوا من تلك البلاد التي دخلت الإسلام مبكرا الصين دخلها الإسلام سنة 96 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن ينصرم القرن الأول كان هؤلاء جميعا قد دخل إليهم الاسلام ودخلوا هم في دين الله تعالى هؤلاء حربوا في عقيدتهم وفي دينهم فهذه تحديات هذا ديني. التحدي عظيم حتى في دي. هذا الواقع الآن نجد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وبعد صعود ما يسمى باليمين المتطرف صار المسلمون يحاربون في مساجدهم لا ننسى واقعة مم. الاعتداء على المسلمين في نيوزيلندا لا ننسى وقائع كثيرة وقعت في أمريكا وأوروبا وفرنسا صحيح. على المسلمين في مساجدهم من هؤلاء الذين يعني تطرفوا في النظر إلى الإسلام وصارت عندهم ما أو أثر فيهم ما يسمى بالإسلاموفوبيا أو الرهاب أو الخوف أو التخويف من الإسلام، إذا هذا تحدي ديني وهناك تحدي اجتماعي يتصل مثلا بالأسرة فالتبرج بحد ذاته تحدي والاختلاط المستهتر في هذه المجتمعات ايضا تحدي منع وصول المسلم الى ان يكون مؤثرا داخل هذه المجتمعات بحد ذاته تحدي. تحدي ما يتعلق بانتشار موجات من التغريب والالحاد والعلمنه في تلك الديار هو تحدي بالنسبه للاسره المسلمه تحد يؤثر في العقيدة والهوية يؤثر في الاجتماع انظر أيضا إلى الأجيال التي تنشأ في تلك البلاد يذهب الرجل مع زوجه ليدرس مثلا الجامعة أو الدراسات العليا هناك فيولد أولادهم في تلك البيئة يرتضع الأولاد ما في هذه البيئة من أخلاق وسلوكيات وآداب وطريقة تفكير ولغة أيضا إذن, إذن تربية الأولاد هي تحدي آخر عليك. الحفاظ على كينونة الأسرة بأطفالها ونسائها في الغرب وفي خارج ديار الإسلام عامة وتحدي اجتماعي مهم جدا وجد بعض الصالحين الطيبين الذين ذهبوا هناك وعاش أولادهم متأثرين بتلك المجتمعات فانحرف هؤلاء الأولاد عن دينهم وعن أخلاقهم وغابوا عن هويتهم أيضا لدينا تحديات اقتصادية شيخنا قبل أن نأخذ تحديات اقتصادية استأذنك معي اتصال من مبارك مبارك السلام عليكم لا يا شيخ انت على الـ الـ انت الـ الـ على, الـ الـ على الهواء الله يحييك مرحبا بك مبارك الله الله يحفظك ان شاء الله الله يمسك بالخير الله يمسك على جزاك الله خير هلا هلا بك ما الشيخ اللي يح. عندي سؤالين للمقتربين يا شيخ لو سمحت تفضل اذا سمحتوا لي تفضل انا مش مقترب ولكن بعض احنا كلعيبه او كرياضيين دائما نروح معسكرات والمعسكرات تزيد ما بين الشهر او اقل من شهر شهرين فنضطر ان احنا نقصر من الصلاه فهل القصر بيكون على مده المده اللي احنا جالسين فيها او مثلا ثلاث ثلاث ايام احنا مثلا نقضي في البلاد اللي احنا فيها مثلا كثير نروح البوسنه والهوسك مثلا جميل. فهل احنا بس طول المده نقصر او او مثلا ثلاث ايام وبعدين نصلي الصلوات العاديه باذن الله هاي سؤالي السؤال الأول. الثاني السؤال الثاني, الثاني. في بعض الشباب او بعض الناس يطلعون من الدوحه يا دكتور محمد يروحون مثلا دخان او مثلا يروحون صوب ذكرين المنطقه هذه نعم. فهم بعض يقول لا احنا ما دام احنا طلعنا من الدوحه ولا نشوف يعني الدوحه ككل فليش احنا مثلا نقصر او حتى نقصر مثلا ما بين صلاه المقرب والعشاء مثلا هل هذا يجوز يا شيخ؟ باذن الله وجزاكم الله خير وانا اسف على انقطاعك يا شيخ الله يحييك الله يحييك مبارك والله يحفظكم في حلكم وترحالكم ويا مرحبا بك طيب شيخنا نكمل ما تبقى من التحديات ثم ندخل في الاحكام نريد ان نحاول ان نلم اكثر لا. قدر قلت من هناك أحكا. تحديات اقتصاديه نعم التعامل بالربا فاشل في الغرب شراء المساكن بالذات والمساكن حاجه اساسيه للانسان في تلك البلاد انما هو هذا تحدي عظيم يعني لو قلنا اي نعم لو قلنا الربا حرام وهناك لا يستطيع ان يسكن الا بهذا الأقرض من اين له ان يكون ايضا التعامل في البيوع المحرمه صور التأمين التي هي من نوع التأمين التجاري معاملات كثيرة. طيب شيخنا تحديات كثيرة. هل من يعني وصية لتجاوز تلك التحديات؟ نعم. نعم إذا كيف قلنا إذا قلنا إن المسلم في الغرب مأمور بأن يحافظ على هويته وشخصيته وأن يحافظ على شعائره وتعبده وأن يحفظ أحكام شريعته، فإنه لا بد أن يوجد في الغرب وفي الشرق من يعتني بتأصيل الأحكام الشرعية لهؤلاء المقيمين في تلك البلاد؟ وأن يوجد فيهم من يعتني بإقامة الدعوة الإسلامية جميل. بحيث يحفظ على المسلمين تماسكهم وترابطهم لئلا يذبوا أو يذوبوا في هذه المجتمعات وتذهب هويتهم وشخصيتهم يعني يرتبط بالمرجع هناك لكي يوجهها ول ولهذا صحيح. نقول أنه في بلاد الغرب بحمد الله وجدت مراكز إسلامية أحسنت. ووجدت مرجعيات إسلامية ووجدت مساجد كبرى ووجدت أيضا ملحقيات دينية لبعض الدول تلحق ملحقا دينيا موجودا كما لو كان ملحق ثقافي وهناك ملحق سياسي هناك ملحق ديني ايضا يعتني بالقضايا الدينية والاخلاقية والتربوية والثقافية به باذن الله نعم, نعم الملحق الثقافي ايضا يعتني بهذه الاقلية المسلمة التي تعيش في تلك البلاد ويرعى مشاكلها ويلبي طلباتها اذا المسلمون يحتاجون الى ان يوطنوا وجودهم وجهودهم لماذا؟ لحظه مهمه هنا المسلم هناك ليس فقط مغترب المسلم هناك مغترب جاء من الشرق وغربي بالفعل اسلم وهي بلده وهي ارضه ولذلك له حقوق يعني قد قد يكون هذا المغترب ليس مغتربا في الحقيقه انما لا, لا, لا نستطيع ان نسميه مغتربا بل لدينا نوعان لا نستطيع ان نسميهم مغتربين النوع الاول من هاجر هجره قسريه او اختياريه واستقر في تلك الديار هذا مغترب وهذا لم يعد مغتربا لأنها حصل على الجنسية وصار مقيم وأقام ولا ينتوي أن يذهب أو يعود إلى بلده الأولى، إما لأنه لا يستطيع أو لأنه خلاص صارت هذه الديار صار مقيم هناك و و والصورة الثانية صورة الذي أسلم أسلم وهو من أهل تلك وبقي في بلده بين أهله، فهذا يحتاج إلى أن يعيش حياته الإسلامية بثوابت طيب ماذا يسمون عنه. هؤلاء دكتور؟ هم اللي يسمون الأقليات مثلا؟ أي نعم هذول الاقليه نعم يعني مجموعه صغيره في وسط مجموعه اكبر ولكن لا تختلف احكامهم عن احكام المغتربين لا تختلف احكامهم عن احكام المغترب المغتربين ولا تختلف, ولا تختلف ايضا عن احكام المستقرين في بلاد العرب الا في بعض المواطن التي تحتاج الى توسعه الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول الحلال في ديار الاسلام حلال في غير ديار الاسلام والحرام في ديار الاسلام حرام في غير ديار الاسلام مم. هذه كلمته في الام رحمه الله تعالى فهذه الكلمه نحن نستصحبها فاذا واجهتنا مشقات او صعوبات او تعسير فانه لا يجتمع هذا العسر مع يسرين بحمد الله تعالى هذه القاعده المشقه تجلب يعني الديسير. شيخنا تريد ان تقول حتى لو رخصنا يبقى هذا حرام أي نعم. لكن تبع الحكومه والا فهو حرام وهذه أي. نقطه مهمه جميل. وهذا معنى تغير الاحكام هو الحقيقه لا تتغير الاحكام انما تتغير الفتاوى أي نعم. والفتاوى تتعلق بالاشخاص ولا الحرام يبقى حرام اي نعم م. الحلال حلال والحرام حرام منذ شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم والى ان يرث الله الارض ومن عليها لكن الذي يتغير والفتيه والفتيه متشخصه طيب شيخنا بما انك ذكرت الفتيه ونحن نريد ان نختصر وناخذ اكبر قدر من الاحكام اخونا مبارك كان يسال عن السفر والحظر دعنا نبدا نعم. بالسؤال هنا في الدوحه من حيث ما انتهى ثم نسافر معه لا يوم ان سافر الى البوسنه إيه نعم. هنا في الدوحه يقول بعض الاخوه يخرجون من الدوحه للدخان مثلا او للشمال نعم. وتكون المسافه في الغالب قد تزيد على الثمانين كيلو نعم اللي من راى ان هذه المسافه معتبره في هذا نعم. المقام فيقول بعضهم يقصر ويجمع الصلاه نعم. كيف تكون هذا أه حصر الصلاة أي نعم حتى نستبيح الرخص لابد من شروط الشرط الأول أن يكون السفر طويلا واختلف في السفر الطويل هل هو السفر الذي يبلغ ثمانين كيلو فأكثر كما نعم. تفضلتم؟ نعم ولا كل سفر هو طويل مم. ولا ما يعده العرف سفرا طويلا نعده سفرا طويلا هذه ثلاثة مذاهب أساسية لدى الفقهاء أحوط هذه المذاهب هو مذهب الجمهور والأكثر نعم. الذي يقول إذا زادت المسافة عن ثمانين كيلو مترا فهذا سفر طويل تستباح معه جميع رخص السفر إذا اختصارا للإجابة شيخنا إذا خرج من الدوحة أكثر من ثمانين كيلو فله أن يقصر الصلاة ويجمع هذا عند الجمهور, عند الجمهور وعند غيرهم أقل من ذلك متى ما أطلق عليه أهل العرف أنه سفر يعني, بمجرد. يعني لو كانت دون الثمانين والناس في هذه البلد في يعدون الدوحة مثلا سرحة. يعدون هذه المنطقه الذهاب اليها سفر انقطعت انقطع العمران وخرج الناس الى الصحراء وصاروا يضربون في الارض مسافه يقول انا مسافر الى جهه كذا وان لم تبلغ ثمانين كيلو فكثير من اهل العلم يعدون هذا ايضا نعم. مما يرخص معه بس اهل العلم شيخنا لم يتطرقوا للمشقه لان بعضهم يقول 80 قديما كانت على ابل وركاب فتاخذ وقت طويل اما الان ال 80 كيلو ممكن ياتي بها في ربع ساعه هل هذا التعليل شيخنا يعني مقبول لا العله هنا انه سفر يعني ليست وليست المشقة. المشقه حكمه ويجب ان نفرق بين العله والحكمه العله وصف ظاهر منضبط يشرع الحكم عند وجوده. أما المشقة فتختلف. أما المشقة فليست منضبطة. ما منضبطة. واحد حتى. عنده سيارة مريحة، ولا واحد راح بالطائرة، ولا واحد كذا، هذا لم يشق عليه وذاك شق، لكن العبرة بأنه سافر سفراً تطلق الشريعة عليه أنه سفر يبيح الرخص. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم، أستأذنك شيخي والسادة المشاهدين خروج هذا الفاصل ثم نعود بإذن الله، كونوا معنا. نحن مرحبا بكم أيها الأحبة عدنا إليكم مرة أخرى فضيلة الشيخ كان مبارك له سؤالان أجبنا على السؤال الأول وسؤاله الثاني يقول هو يعني في الأندية الرياضية يخرجون معسكرات طويلة يمكن يقيم في الدولة التي يسافر إليها أكثر من شهر فهل يبقون على القصر والجمع طوال هذه المدة؟ أو له أيام محددة ثم بعد ذلك يتم وهذا الكلام ينطبق أيضا حتى على من سافر لدراسة أو علاج كيف نجمل شيخنا الجواب؟ الجواب هو إجمال. إذا كان الإنسان قد نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام بلياليها يعني يسافر من الدوحة إلى البلد الفلاني وهو ينوي أن يقيم أكثر من أربعة أيام فإنه يتم صلاته ولا يستبيح الجمعة ولا القصر هذا مذهب الجماهير مذهب جماهير أهلية. يعني أخونا هذا عندما ذهب وليبقى هناك شهرين عليه أن يتم صلاته وألا يستبيح الجمعة ولا القصر من أول يوم من, ولا من, من, اليوم. اليوم. آه يعني من لأن أول يوم من بعض الناس شيخنا يظن أنه, يأ... أنه يأخذ الأربعة أيام الأولى أو الأسبوع ثم أه. بعد ذلك يتم لا بما أنك نويت أن تقيم شهرا أو أسبوعا أو نحو ذلك من الأيام ما هي أكثر من أربعة أيام بلياليها فانت متم من اللحظه الاولى اذا شيخنا هذا ينطبق ايضا على من باب اولى على من ذهب للعلاج او للسفر كل مسافر, كل مسافر سفرا مباحا فانه اذا نوى ان يقيم اكثر من اربعه ايام بلياليها فانه لا يستبيح شيئا من رخص السفر لانه اصبح مقيما طيب. اذا نوى الاقامه اما اذا قال والله ساقيم ثلاثه ايام ثم مدد يومين ثم مدد يوما فصار جمله ما اقام اسبوع لكنه يمدد يوما بعد يوم فهذا مسافر وان بقي اكثر من, من هذه الاربعه ايام جميل طيب شيخنا نريد ان نبدا الاحكام وناخذ اجاباتها تكرما موجزه حاضر. لكي ناخذ اكبر قدر من الاحكام دعني شيخنا نبدا بالطهارة نعم من المعروف شيخنا ان الحمامات هناك جلكم الله او دورات المياه لا يوجد بها مياه نعم فكيف يتعامل الانسان عند قضاء الحاجة مع الاستنجاء والاستجمار والوضوء اذا سافر في البريه ماذا يفعل انه يستجمر نعم. اذا سافر في مكان في الطريق وليس عنده ماء او ماؤه قليل ماذا يفعل مم. انه يستعمل الحجاره والحمد لله في ديننا سعه فاذا كان مع الانسان هذه المناديل الورقيه فانه يستغني بها عن الماء يستغني. والاستجمار يجزئ عن الاستنجاء يستنجي إذا كان الماء موجودا الماء غير موجود الحمد لله يستنجب الماء فإن لم يكن الماء نعم. موجودا فإنه ينتقل إلى ما يسمى بالاستجمار استجمار بالورق استجمار اسمه من استعمال الجمار أو نعم. الجمر أو الحجر الحجر نعم لكن ما في حجر أو يشق الحجر يمكن كل شيء جامد طاهر قالع للنجاسة فمناديل الورق تجزئ وتكفي في إزالة الحدث او البول والغائط طيب شيخنا اجلكم الله التبول قائما في بعض الاحواض التي تكون معلقه في بعض المطارات وبعض الاماكن الاصل والسنه ان يبول الانسان من جلوس الا اذا كانت هناك حاجه تدعوه ان يبول من قيام فاذا بال من قيام لحاجته فلا حرج في ذلك ولا كراهه لكن يبقى ان عليه اذا بال قائما لا يكون هذا امام الناس وهذا من المحاذير الموجوده يتستع. في تلك ايوه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد يعني الخلاء أبعد المذهب يعني تعد واستتر على الإنسان أن يجتهد في أنه إذا قضى حاجته أن يقضيها مستترا صارت ضرورة ولا يوجد إلا هذه الأماكن فإنه يتحفظ بحيث لا يبدو منه شيء من عورته وعليه أن يتحفظ بحيث يحسن الاستجمار وهو واقف جميل طيب فضيلة الشيخ بالنسبة إذا حضر وقت الصلاة ولا يعرف اتجاه القبلة عليه أن يجتهد إذا كانت معه بوصلة أو كان في ساعته أو كان في جواله أو ما يشبه، وعلى الإنسان إذا سافر أن يتخذ أهبته للسفر، فمن ذلك تكون عنده برامج لتحديد القبلة، دخل مكانًا أو نزل في مكان لا يوجد من يدله على القبلة يستطيع أن يستعمل م. هذا الجوال، ثم عليه أن يتعلم كيف يعرف القبلة في البرية مثلاً. كيف يعرفها؟ يعرف اتجاه الشمال والجنوب الشرق والغرب. إذا لم تعد هناك برية الآن ولا نجوم. إيه ولا نعتقد أنه الجوال الآن الجوال يعطيه نعم. إشارة ويعطيه تمن فإن لم يجد شيئا من هذا عليه أن يتحرى، أن يتحرى وأن يصلي إلى الجهة طيب. التي أداه إليها نعم. اجتهاد جزاكم الله خير شيخنا، طيب شيخنا إذا إذا ثبت له بعد ذلك أنه صلى على خطأ، هل يعيد؟ إذا كان اجتهد. وقد خرج الوقت فلا إعادة عليه م. لأنه أدى فرضه، أما إذا كان اجتهد ثم بان له في الوقت أنه أخطأ فإنه يعيد صلاته. جميل، أحسن الله إليكم شيخنا الصلاة في الطائرة إذا كان لازال مسافرًا. وبعض القوانين لازال. الآن تلزم أن يصلي قاعدًا مثلًا وقد يصلي على غير اتجاه القبلة. إيه نعم، هذا هذه من الرخصة، الإنسان إذا لم يستطع أن يصلي قائمًا صلى قاعدًا لحديث عمر بن حصين، م. ثم هو إذا لم يعرف اتجاه القبلة أو كانت قبلته في طائرته او وجهته في طائرته في عكس اتجاه القبلة فانه يصلي على حاله جميل شيخنا صلاة الجمعة على المبتعث هل يصلي الجمعة المبتعث اذا حكمنا بانه مسافر فلا مسافر فلا جمعة عليه نعم. واما اذا حكمنا بانه مقيم فالجمعة فرض عين عليه طيب شيخنا الجمع بين الصلاتين للطلاب الذين لا يجدون مكان للصلاة يقول إذا خرجت من السكن أو في الجامعة فقد يأتي للمغرب والعشاء ولا مكان هل يرخص له وهو مقيم أن يجمع في هذا؟ يقال له إن من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى الصلاة على وقتها فعليه أن يجتهد أن يصلي الصلاة في وقتها فإن وقعت له شدة أو حاجة ملجئة لأن يجمع ففعل ذلك مرة أو مرتين أو نحو ذلك للحاجة الشديدة فلا بأس لكن ليس له أن يعتاد هذا أن يصلي الصلاة مجموعة نعم. جميل شيخنا بالنسبة للأكل هل عليه أن يتحرى ويسأل عن كل طعام قدم إليه أو يأكل مثلا بعضهم يسأل إذا كان الطعام دجاج والدجاج حلال يقول هل هو طبخ في إناء طبخ فيه خنزير هل هناك دن خنزير أو لا يتنطع في السؤال عن هذا إذا, إذا كان الغالب على أهل هذه البلاد أنهم يذبحون وأنهم من أهل الكتاب فقد حلت ذبائحهم وإذا كان الغالب أيضا أنهم يذبحون وأنهم يذكرون اسم الله على هذه الذبائح فقد حلت ذبائحهم م. يعني إن كان يعلم أو كان يغلب على ظنه أنهم كذلك فهذه ذبائح مباحة حلال أما إذا كان يعيش مثلا في بلد ليس من أهل الكتاب ليكن مثلا يعيش في ولاية من ولايات الهند مثلا وهي ليست ولاية مسلمة أو يعيش في بلاد يغلب عليها الإلحاد أو الشيوعية مثلاً. مثلا أو البوذية أو كذا فهذا يجب عليه أن يسأل ويجب عليه أن يتحرى وليس له أن يتساهل لأننا ما أبيحت لنا ذبيحة المشركين ولا ذبيحة غير المسلمين إلا أهل الكتاب فأهل الكتاب هم الذين نقول الغالب على ذبائحهم إذن إذا إذا اطمأن إذا اطمأن قلبه فلا يسأل إيه نعم وإلا له أن يسأل وإذا كان في بيئة يعرف أنها لا ذبائح مباحة فيها فعليه أن يتحرى طيب شيخنا بعض الطلاب أيضا يسألون يقولون بعض أنواع الدجاج هناك يعني تذبح بالخنق مم. يقول فهل هي حلال, حلال؟ اذا علم انها ذبحت خنقا او صعقا او بغير زكاه شرعيه فلا ياكل. لا هو المعنى هنا شيخنا على السؤال هل لا بد عليه ان يسال؟ اذا كان الغالب مم. على هذه البلاد انها تذبح ذبحا مم. فلا يح لا يحتاج الى ان يسال. جميل. نعم. طيب شيخنا العزيمه هناك او دعوه غير المسلم للمسلم مم. له ان ياكل من مائدته دون ان يسال. اي نعم له ان ياكل من مائدته التي وضعها له ولا ينظر الى مساله الانيه اذا كان السؤال عن الانيه وطبخ الخنزير م. وغير ذلك لا لا يسال لماذا لانه له في هذا الظاهر واذا لم تكن هناك نجاسه ظاهره نعم. في هذا الطعام من خنزير او من غيره فالامر فيه ساهل طيب شيخنا المطاعم او الموائد التي يقدم عليها الخمور هل له ان ياكل من نفس المطعم لا ليس له ان ياكل من مائده تدار عليها كؤوس الخمر والنبي صلى حتى وإن الله عليه وسلم نعم. النبي نهى عن هذا الأمر وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليجلس على مائدة يدار فيها الخمر إذا لا يجوز له أن يجلس على مائدة والناس تشرب الخمر وهو يجلس بينهم ومعهم وفي هذا شيء من إقرارهم على طيب ماذا عن المعصر. المطاعم شيخ عليه أن يتحول عن هذه المائدة إلى مائدة لا خمر فيها وعليه أن يجتهد في أن يكون في مكان لا تدار فيه كل يعني مطعم مثلاً. الخمر نعم نعم لكن ان لم يجد الا هذا ان لم يجد, يجد له وكان مضطرا الى الى هذا فلينأ بنفسه عن المكان الذي تدار فيه الخمور ويتخذ طاولة او مائدة بعيدة عن هذا المكان نعم. الذي تشرب فيه الخمور. طيب شيخنا في الكنترول قالوا لي الاخ مبارك ايضا سال سؤال عن حكم سجده التلاوه اذا كان يقود السياره ومر بسجده. لا يقف ليس, ويسجد ليس أو يقضيها له ان ليس أو له ان يسجدها خشيه ان يقع له حادث وسجده التلاوه من السنن فمن آه تمكن من ادائها فلا هل يقف ويسجدها مثلا او يقضيها فيما بعد او ليس له مذهب الحنفيه انها ليس لها وقت بحيث انه اذا اذا انتهى من قيادته ووصل الى وجهته له ان يقضي هذه السجده او له ان يؤديها لانهم يعني لا يعتبرون لها وقتا فإذا قضاها فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى طيب جميل شيخنا ذكرت قبل قليل المرجعيات الفقهية ولا يخفى عليكم حكم الاختلاف هل رأي المرجعية ملزم لمن هو مغترب هناك أو له أن يسأل من أراد مثلا ويطمئن إليه؟ إذا كانت الجالية المسلمة أو الأقلية المسلمة لها مرجعية واحدة موحدة في ذلك في البلد نعم لتيقموه. فإن عليه أن يسمع لها ويطيع في مثل هذه المسائل العامة كالصيام والفطر ودخول الشهر ونحو ذلك، فلا يصلح بحال مثلا ان تكون المرجعيه في الدوله التي هو فيها قد افتت المسلمين بان الصيام غدا مثلاً. وهو لا يصوم غدا يفطر لان بلدا من البلاد او بلده التي هو فيها ستفطر غدا، اذا اذا كان امر المرجعيه مجتمع فعليه ان ياخذ بما افتت به هذه المرجعيه ويتدين الله عز وجل ما دامت هذه المرجعيه موثوقه ومامونه. واخذت نعم. بقول فقهي معتبر. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وجعل ما قدمت شيخنا في ميزان حسناتك وشاكرين لك هذا الحضور شكرا. الطيب وجعله الله سبحانه وتعالى في من مجالسك يوم القيامة. مشاهدينا الاعزاء من يتابع كلام الغربيين عن الاسلام يدرك ان عظمة هذا الدين بالغة واضحة حتى لا يبصرها اعداء هذا الدين كما ذكر فضيلة الشيخ فهذا الاستاذ شبري العميد كلية الحقوق في فينا. في مؤتمر الحقوق في سنة 1927 يقول إن البشرية لتفخر بانتساب رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم إليها إذ أنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي بتشريع سنكون الأوروبيين أسعد ما يكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة وهذا المؤرخ الإنجليزي ويلز يقول أيضا في كتابه معالم تاريخ الإنسانية إن أوروبا مدينة للإسلام بالجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية، يكفينا هذا فضلا بأن نقول كما قيل الفضل ما شهدت به الأعداء. أخيرا في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم أيضا بالشكر الجزيل على طيب المتابعة، وإلى أن نلتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. thank mm -hmm. you